الساقية وحفلات الساقية دايما بتبقى ليها طابع خاص بالنسبة لي، بستناها من وقت للتاني. الساقية من الأماكن اللي فتحت لي أبوابها واحتضنتني من بداياتي، من زمان، من أول ما بدأت أغني، من ساعة ما كنت في الجامعة كنت باجي أنا وأصدقائي هنا وكنا بنعمل بروفاتنا هنا وبنعمل حفلاتنا هنا في البدايات يعني. فأنا يعني ما تعودتش ان انا اكون ناكر للجميل، احب دايما ان انا ابقى متواجد في الساقيه من وقت للتاني واعمل حفلات. يعني انا كنت موجود هنا في عيد الحب، عملت حفله في شهر 2 اللي فات، ودلوقتي احنا في شهر 9 بعمل حفله. احب دايما ان انا ابقى موجود. جمهور الساقيه ليه طابع كده مختلف عن اي مكان تاني. اولا الحفله بتبقى كاجوال، جمهور شباب كله بيقابلوا بعض هنا في الزمالك، بيتمشوا مع بعض، بيجي يقعدوا على النيل. من قبل الحفله في طقوس معينه، انا حتى من قبل ما ابدا اغني كنت احب اجي الساقيه، كنت باجي بحضر هنا عمر خيرت وبحضر حفلات مطربين كتير هنا. يعني كنت باجي احضر الاستاذ علي الحجار وبحضر عمر خيرت ونصير شمه وفرق كتير من الفرق اللي كانت بتبقى موجوده هنا في الساقيه، كنت دايما احب واجي احضرها. هكذب عليك لو قلت لك انا والفرقه بنتقابل وبنعمل بروفات وبنعمل برنامج للحفله. لا، حفلة الساقية هي الحفلة الوحيدة اللي احنا بنيجي نطلع على الستيج مع الناس، الناس تطلب مننا اغاني واحنا بنغنيها. الموضوع بيبقى لطيف جدا يعني، الاغاني اللي هم بيطلبوها مني سواء من البوم حبايب زمان او من البوم اللف في شوارعك، الالبومين بتوعي اللي انا نزلتهم، او من اغاني التراث اللي انا بحب دايما اقدمها، او ساعات بيفاجئوني باغاني انا عمري في حياتي ما غنيتها بس في ودني والاقي نفسي بغنيها معاهم. فالمود هنا بيبقى جميل جدا، و فعلا بستنى الحفلات دي من وقت للتاني يعني. الاغاني اللي دايما بتطلب مني اغنيه في قلبي مكان، اللي هي كانت من البوم حبايب زمان الاخير، اغنيه من زمان جدا من الاغاني المشهوره ليا هي ونشبه الايه. بيطلبوا مني بقى حاجات لعبد الوهاب يعني، بيطلبوا مني خايف اقول اللي في قلبي، بيطلبوا مني كل ده كان ليه، بيطلبوا مني حاجات لسيد درويشه وده اللي صار والتحفه جايه. يمكن عشان انا من فتره طويله وانا بحب دايما ابقى ملتزم بنسبه مثلا 20 30% من اغاني الحفله ان انا اقدم اغاني من التراث، لان الجيل اللي من سني او من الاصغر مني ما بيبقاش كلهم متاح ليهم ان هم يبقوا على درايه بتراثنا الغنائي وعارفين الاغاني القديمه، لان لو لاحظت هتلاقي ما فيش ناس كتيره بتقدم ده. فبحاول، انا اتعودت على كده من صغري، من ساعه ما كنت في جامعه القاهره وفرقه المسرح وكده، متعودت ان انا اقدم اغاني سيد درويش واغاني عبد الوهاب. وبعد كده بقى شويه شويه لما بدات اكبر في الكارير بتاعي وبدات اعمل جمهور كبير وجمهور عريض، بدا يبقى ليا الاغاني الخاصه بتاعتي. فطبعا اغاني التراث جزء لا يتجزا من البرنامج بتاعي، باضافه الى اغاني الالبوم الاخير والاغاني بقى اللي انا بشتغل عليها الفتره اللي جايه ان شاء الله. الناس تستنى الالبوم الجديد قريب جدا ان شاء الله، واتمنى يكون عنده حسن ظنكم يعني. بدات التحضير في الالبوم من فتره، من تاني يوم ما نزل البوم حبايب زمان. دايما انا من النوع اللي هو لما بسمع اغنيه بتعجبني وبحسها جدا واحس ان انا الاغنيه دي انا لازم اغنيها، بعمل كده من غير ما اتردد على طول يعني، بغنيها وبسيبها عندي زي ما تقول كده، بحطها في الدرج واقعد اجمع الاغاني مع بعض، في الاخر خالص بختار منهم الاغاني المناسبه ان انا انزلهم في الالبوم الجديد، او حتى ممكن انزل منهم اغاني سنجل. فانا يعني راضي تماما عن الاغاني اللي انا اخترتها الفتره اللي فاتت، وواثق تماما انه في مجموعه من الاغاني الناس هتفرح بيها وهتحبها ان شاء الله. في جزء كبير جدا من الشعراء والملحنين اللي انا اشتغلت معاهم في البوم حبايب زمان هكرر معاهم التجربه. في شعراء جداد من الشباب الجديد، الجيل الجديد، اخترت كلمات عجبتني جدا، وفي مجموعه من الملحنين برضو بفخر ان انا هشتغل معاهم لاول مره في الالبوم الجديد. فكره الديو في افكار يعني، في افكار متاحه وتقريبا يعني هننفذ اكتر من فكره منهم قريب، بس انا مش عايز احرق الافكار يعني دلوقتي. يعني انا وهبه مثلا اشتغلنا مع بعض في المسرح كتير، بس ما عملناش اغاني مع بعض بره المسرح. ففي فكره ان انا وهي نقدم مجموعه اغاني دويتو، او نعمل البوم للاطفال برضو، دي فكره في دماغنا يعني، بس لسه ما خدناش فيها خطوات. فربنا يسهل ان شاء الله ونقدم حاجات حلوه يعني. التمثيل انا قعدت فتره طويله جدا في المسرح في ليله من الف ليله مع دكتور يحيى الفخراني ومع هبه طبعا ومجموعه كبيره جدا من الممثلين والفنانين الكبار. التمثيل خارج المسرح اتعرض عليا اعمال كتير، سواء في السينما او في التلفزيون يعني. في التلفزيون يمكن كان في اكتر من مسلسل شاركت فيهم، اشهرهم مثلا زي الورد. في مجموعه كبيره جدا من المسلسلات ومن الافلام اتعرضت عليا، بس زي ما تقول كده ايه، لا يعني انا بحب الغنى اكتر من التمثيل. لو ما كانش الحاجه بتشدني جامد وحاسس ان هي هتضيف لي وانا هقدر اضيف لها واتعلم منها حاجه جديده، بخاف بقلق يعني. يمكن بالنسبه لهبه برضو يعني،
هبة ممثلة بالدرجة الأولى ومطربة بالدرجة الثانية. أنا عكسها بقى، أنا مطرب رقم واحد وممثل رقم اتنين. فهي طبعا بتركز في التمثيل، أنا بركز في الغنى. في أكتر من مرة تعرض عليا حاجات عجبتني يعني، بس في حاجات ما كانش فيه نصيب إن احنا نبدأ ونشتغل فيها. في حاجات اليومين دول برضو في مفاوضات في أكتر من حاجة، بس أنا ما أقدرش أتكلم عن حاجة لسه مش أكيدة يعني. الفترة اللي جاية في مجموعة من الحفلات زي ما تقول، أنا عملت في اسكندرية وعملت في القاهرة. أحب جدا إن أنا أبقى موجود في الأماكن اللي ما بيحصلش فيها حفلات كتير يعني. أروح المنصورة، أروح طنطا والأقصر وأسوان وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء يعني. الحاجات دي، التور دي، انا دايما بحب ان انا ابقى موجود في الاماكن اللي ما بيحصلش فيها حفلات قوي. وبره مصر طبعا ان شاء الله في مجموعه من الحفلات هنعملها قبل ما الالبوم الجديد ينزل ان شاء الله في اخر السنه، في الشتاء يعني وفي اول السنه الجديده. جمهورنا في الاردن وفي البحرين وفي لبنان وفي المغرب وتونس يستنونا قريب ان شاء الله. هنقدم لهم مجموعه من الحفلات ان شاء الله.